أنا ضد العنف. ليه للعنف؟ نعم للسلام. العنف هو نجم يكون لفظي، نجم يكون مادي، نجم يكون حتى عنف معنوي، يعني بغزرة، بإشارة، بكلمة خايبة يحسها التلميذ. هناك العنف هو شنو؟ الذي يا إما يسلط على التلميذ، وإلا التلميذ هو اللي يسلط العنف. وفما تلميذ معناها ما هوش قاعد، لا يسلط عليه العنف، ولا هو له ضحية، ولا هو قام بتلك العملية. ليه؟